ممكن تشيل البتاعه اللي قدامك دي؟ ليه خير في ايه؟ ما انا خايفه تحدفني بيها لو عرفت انها بره. يا ميلي بره. عليا الكاشف. الكاشف؟ وايه اللي جابها؟ انا ما تعودش نستنى اي حد بره في السكرتارية ايا كان مين. لاحظي حضرتك ان دي تاني مره تدخلي فيها من غير اذني، وده ياثر على وضعي في الشركه. ياسمين من فضلك سيبينا شويه. اوكي يا مستر يحيى، عشان خاطر حضرتك بس. والله مجنونه دي ولا ايه؟ بصراحه انا مش مصدق بقى عليا الكاشف تجيلي لحد مكتبي مره تانيه. بصراحه انا مستغرب جدا. وانا كمان مستغربه ان مراتك تروح لنبيل من وراك يا يحيى. نبيل مين؟ جرى ايه يا يحيى؟ نعرف نبيل غيره ولا ايه؟ نبيل الشامي يا يحيى. وايه اللي يودي ساره اصلا نبيل الشامي؟ بيقول انها راحت له من وراك، بس انا بقى مش مصدقاه ولا مصدقاك انت كمان. ايه اللي هيودي ساره لنبيل الشامي؟ قال ايه عايزاه يشاركها في مشروعها اللي في الغردقه. يا جامد يا مفتح، بس بصراحه طريقه بلدي قوي منك يا يحيى. بقى تبعت مراتك عشان تاخد من نبيل اللي انت ما عرفتش تاخده منه؟ بس احب اقول لك انه مش هيحصل. انسى يا يحيى ومن غير سلامه.